عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية. خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية وجود كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار. هذا وشدد مدبولي على أهمية وجود رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية.